يا صباح الخيرات، والأسبوع ده مخصص لوصفات الفراخ. مازلنا مستمرين في حملة مقاطعة اللحمة، مش عايزين لحمة خالص في البرنامج. النهاردة هنعمل كذا طريقة لاستخدام الفراخ. هعمل أول حاجة الفراخ المشوية اللي الناس كلها بتحبها. هنعمل فراخ مشوية بس بخلطة حارة سبايسي شوية. انتوا ممكن تتحكموا في درجة الحار أو السبايسي اللي انتوا عايزينها، ممكن تخلوها حارة جدا، ممكن متوسطة، ممكن خفيفة، بس أهم حاجة يكون فيها شوية سبايسي يعني. هنعمل كمان شيش طاووق، وشيش طاووق هنعمله بطريقة خاصة، هتبقى تتبيلة كده مميزة. فخلونا نبتدي حاجة حاجة. أول حاجة، أنا عشان أعمل التتبيلة بتاعة الفراخ محتاجة تركيبة من البهارات. البهارات دي أول حاجة طبعا هحتاج اللي هو الشطة الحب أو الشطة مطحونة، ممكن دي سواء اللي هي الرقائق أو ممكن شطة مطحونة، مفيش أي مشاكل. أنا شخصيا بحب أستخدم دي. وعندي هنا بودرة الثوم وبودرة البصل. لاحظوا انه الخلطة دي او الفراخ دي بتدخل للفرن. الفراخ لما بتدخل تتشوي في الفرن، التتبيلة بتاعتها كل ما كانت التتبيلة ناعمة، كل ما كانت عملية الشوي احلى واحلى. لما بيكون في التتبيلة بصل مفروم، ثوم مفروم، والحاجات دي بتتحرق بسرعة قبل ما الفراخ تستوي، فبيبقى طعمها ممرر في الفراخ. فدايما البصل طالما منه فيه باودر، ودايما زي ما الثوم فيه باودر كمان، ممكن نستعين بيهم في الحشوات او في التتبيلات اللي بتدخل للفرن. عندي البصل الباودر، عندي ممكن في الحالة دي احط شوية معجون ثوم، بس ما تكتروش منه زي ما قلت انه انا مش عايزة احرقه في الفرن قوي بالشكل ده. هحتاج كمان اكمل البهارات واحدة واحدة. هحتاج بقى شوية كمون، هتعجبكم قوي الفراخ دي، يعني الناس اللي بتحب الفراخ السبايسي بتاعت بره دي بتبقى شوية نفس الطعم. عندنا فلفل اسود، وعندنا جنزبيل، لانه الجنزبيل اي وصفة فيها فراخ يستحسن ناخد الجنزبيل، لانه الجنزبيل طارد للزفارة، معروف عنه المعلومة دي. عندنا كمان ملح طبعا الاساسي بتاع كل وصفة. واخر حاجة ممكن نضيفها هي القرفة، رشة قرفة كده صغيرة. اللي بقى هنضيفه تاني، عندي هنا فلفل حراق او قرون الفلفل الحراق شوية مفرومين زي ما قلت. دي ممكن تتحكموا فيها زي ما انتوا عايزين، تعلوا توطوا، بس كل ما كانت حراقة كل ما كانت حلوة. لاحظوا انه الفراخ دي بتاخد تتبيلة من برة، فعلى ما بيجي يوصل للحراق للحم اللي جوه، يعني الجلد ممكن نتصرف فيه بيكون حراق شويه ومقرمش، بس جوه بيكون ميديوم يعني، فما تقلقوش. عندي هنا صلصه طماطم، لانه الصلصه دي هي اللي هتربط لي المكونات كلها مع بعض اهو بالشكل ده. وعندي عصير الليمون، لانه انا هشوي الفراخ في الفرن، فالشوي ده محتاج عامل يطري لي اللحم في الفرن جوه، وهيبقى ايه عصير ليمون لا خل، او انا هستخدم العصير ليمون يعني مش هروح بعيد. وطبعا اي تتبيله ما بتحلاش غير بزيت الزيتون. بالشكل ده. واخلط بقى كل المكونات دي مع بعض. انا شخصيا في البيت بحب ان انا اسيب التتبيلة دي مدة 15 دقيقة ل 20 دقيقة، بحيث ان المكونات كلها تتشرب من بعض. بس لو مستعجلين صدقوني حتى في الفرن هتاخد وقتها، لكن دي يعني تيبس او تريكاية صغيرة كده بتغير المفهوم في الوصفة. اهو ده بيبقى شكلها كريمي بالمنظر ده، يعني زي العجينة. والعجينة دي هي ممكن تكون بتسود شوية في الفرن، بس صدقوني بتبقى رائعة جدا، كأن احنا عملنا الحاجة بالظبط بالظبط على الفحم. خلاص هسيبها هنا على جنب وابتدي اشتغل في الفراخ اللي انا هحضرها للشوي. الفراخ طبعا انا هحتاج صينية، وهحتاج احط عليها ورق الزبدة، لان ورق الزبدة مش بس هيساعدني ان الحاجة ما تتحرقش في الفرن، لكن كمان هيخليني او هيخلي الفراخ السائل بتاعها بيرجع عليها، وده بيطريها جدا. هحطه كده في الصينية وهبتدي اشتغل في الفراخ. خلو بس عشان كل حاجة تبان. عندي هنا الفراخ، هجيبها هنا. الفراخ يعني دي الفرخة في الاول،
بتكون ملمومة بالشكل ده. ثانية واحدة بس أبين كل حاجة. دي الفرخة في الأول بتكون ملمومة بالشكل ده، إحنا بنفتحها من الظهر فتحة من هنا وفتحة من هنا، وبنشيل كل العضماية دي اللي بتبقى في النص وبتشيل معاها الرقبة، دي إحنا مش عايزينها. بعد كده بنقلب الفرخة وبننضفها طبعا، ونبتدي يعني نضغط كده بحيث إن إحنا نكسر شوية العظم اللي في النص ده، عشان الفرخة ما تبقاش أبة في الفرن، تبقى مسطحة كده والحرارة توصل لها كويس قوي بالشكل ده. وهبتدي بقى بالسكينة أفتح اللحم بتاع الفراخ شوية بحيث إن التتبيلة تدخل كويس قوي في الفرخة بتاعتي، أهو بالشكل ده فتحات يعني متوسطة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، عشان خاطر ما تخليش الفراخ بتاعتي تتكسر وتتشتت في الفرن. شوية من ناحية الفخدة كمان اهو بالشكل ده، ونحط هنا بالشكل ده. هجيب برضو الفراخ من او الفرخة دي اعمل لها نفس الموضوع، اهو اتأكد انه الصدر مضغوط كويس وهي متبططة ونفس مستوى العمل، وافتح كده بالسكينة بسيط الفخذ كمان كده، واحطها في الصينية. بعدين اخد الحاجات دي هنا بعد ما بنبطط الفراخ وبنفتحها بالسكينة، بناخدها هنا بقى ونبتدي نتبل. هوريكم ازاي بنتبل الفراخ. دايما الفراخ يعني بنبتدي من الحتة اللي تحت دي، ناخد التتبيلة ندخلها كويس قوي بين الضلوع والعظم اللي في الصدر ده، عشان يدي الصدر نكهة حلوة، لانه انتوا عارفين الصدر هو اكتر حاجة ناشفة قوي في الفراخ بتاعتنا، واحنا عايزين زي ما قلت فراخ متبلة ومتبهرة حلو، مش عايزين فراخ شوية تكون يعني جلدها مقرمش وحلو وطعمه حلو بس هي مسخة. ودايما نحاول حتى لو لقينا سكة بين الجلد واللحم نحط فيها التتبيلة برضو مش هيخسر. ولاحظوا ان احنا فاتحين الفراخ، فده هيسهل علينا حاجات كتير. اهو نشوف دايما الحتة زي ما قلت اللي مفتوحة وندخل منها، وبعدين بنقلبها على الناحية التانية. وابتدي ادخل بقى التتبيلة في الفتحات اللي انا عملتها بالسكين اهو. ممكن تشتغلوا بمعلقة، ممكن تشتغلوا بالايد، ممكن سباتولا. عامة تتبيلة الفراخ مش حاجة صعبة، بالعكس بتجري بسرعة مش هينقصكوا بقى غير شوية خضار سوتيه كده وسلطة بلدي وممكن شوية مكرونة في الجنب ورز أصفر، وتبقى الدنيا لطيفة خالص. احنا في الأول وفي الآخر بنقول انه احنا مع حملة مقاطعة اللحمة، عشان كده جبنا 100,000 حاجة وحاجة ممكن تعمليها بالفراخ. تابعوا الوصفات دي على مدار الأسبوع، ان شاء الله هتلاقوا حاجات كتيرة قوي. ادي اول فرخة انا تبلتها، وابتدي بالتانية نفس الموضوع. اهم حاجة عندي انه الحتة دي هي اللي تاخد اكبر قدر من التتبيلة، وبعد كده ممكن اوزع اللي يفضل مثلا كده على الوش، انا عايزاه يتوزع بالشكل ده عشان يتحمر في الفرن. حتى زي ما قلت التتبيلة دي من كتر ما فيها صلصة ممكن في الفرن تسود، بس عادي جدا، ده يعني بتحسسني ان انا شوياها على الفحمة وشوياها كده في الغابة او في رحلة او اي حاجة من الحاجات الجميلة دي. اهو وهقلب الناحية التانية برضو، وهبتدي اتبل. مش عايزة اقول لكم ريحتها حلوة ازاي،
والحراق ده عامل شغل ومفعول جامد. حاسه ان عينيا دمعت اهو. وبعد ما بوزع التتبيله انا محتاجه حاجه تساعدني، مع ان التتبيله فيها كل حاجه، فيها زيت زيتون، فيها كل حاجه، محتاجه حاجه تساعدني ان انا اخلي الجلد ده مقرمش في الفرن. ايه الحاجه اللي هتخليني او اللي هتساعدني اعمل كده؟ هي زيت الزيتون. هجيب الزيت زيتون وهنزل بيه على شكل خيط رفيع قوي على الفراخ، منها يساعدني ان انا اقرمش الفراخ او الجلد الفراخ بتاعي، ومنها كمان يبقى ماده دهنيه تساعد على تسويه الفراخ في الفرن. انا كده خلصت اول وصفه من وصفات الفراخ للاسبوع ده، هدخلها الفرن على درجه حراره 200 او 220 لمده اول 15 دقيقه، بحيث ان هي تجيب سخونيه جامده قوي. بعد كده هوطي النار ل 180 واخلي الفراخ دي لمده ساعه وربع لساعه ونص في الفرن على حسب كميه الفراخ او حجمها. وهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل احلى شيش طاووق في مطبخنا. رجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم للناس اللي لسه فاتحه التلفزيون شايفانا، عملنا فراخ فراخ مشويه مش مفرومه، مشويه في الفرن بالتتبيله الحاره. ودلوقتي هنبتدي نعمل الشيش طاووق، بس الشيش طاووق النهارده هنعمله بتتبيله خاصه شويه. على فكره الاسبوع ده نفكر الناس ان هو خاص بوصفات الفراخ في اطار حمله مقاطعه اللحمه. النهارده هنعمل الشيش طاووق، بس انا هستخدم فيه نكهات هي مش شبيهة بالبرياني، بس هو هيبقى زي الفراخ الهندي المشوية. مش هستخدم فيه بهارات هندي عشان ما تروحوش بعيد وتفتكروا ان فيه بهارات كتير، لا، بس هستخدم نفس تقنية النقع في الزبادي. اول حاجة انا هنا هحتاج زبادي عشان احضر الخلطة بتاعة الفراخ او الشيش طاووق. عندي زبادي، بس خلونا ناخد كل حاجة من الزبادي عشان محتاجينها. كل حاجة كده اهو، عندي زبادي، وعندي حوالي نص كوباية من الكريمة. انا عايزة الكريمة دي تساعدني جدا في التتبيلة، يعني الكريمة الميزة بتاعتها في التتبيل ان هي بتبقى زي اللبن الرايب، بيدوا يعني بيساهموا في طراوة اللحم لما قبل ما يدخل للفرن او قبل ما يتشوي عامة، لانه فيها نسبة حموضة. فالنسبة دي، وعلى فكرة انتوا ممكن حتى تحطوا الساور كريم او الكريمة الحامضة، ولو مش موجودة الساور كريم ممكن تعملوها في البيت. احنا اتكلمنا قبل كده انه الساور كريم عبارة عن كريمة الخفق، ممكن تضيفوا لها نص ليمونة وتخفقوها مدة دقيقتين هتتحول لساور كريم. فده كله بيساعد، ولو ما فيش قلنا كريمة ممكن تعملوا اللبن الرايب برضو، بيدي طعم حلو قوي للتتبيلة دي. هخلط المكونين دول مع بعض وابتدي اضيف الحاجات التانية. اللي خدته من التتبيلة الهندي الزبادي، خدت منها كمان الجنزبيل المفروم الفريش، ما استخدمتش الباودر لانه عايزاه يديني نكهة حلوة. واستخدمت كمان التوم المفروم، يعني حوالي معلقة صغيرة مليانة. هستخدم كمان النعناع الناشف، وده برضو من التتبيلات الهندي بالشكل ده. ايه اللي انا هحتاجه كمان؟ هحتاج شوية عصير الليمون، انه عايزة عنصر مساعد غير الكريمة يطريلي اللحم بتاع الشيش طاووق، انه الشيش طاووق ممكن انتوا تشوه على الجريل على النار، ممكن يدخل للفرن، لكن كل ست بيت مش يعني مش الناس كلها عندها جريل حلوة متينة على النار، ممكن نستخدم الفرن بكل سهولة. بعد ما بضيف كل ده ببتدي اضيف بشر الليمون. عندي بشر ليمونة محترمة، سواء كانت أدليا أو الليمون الصغير، المهم حاجة مزة في الموضوع. عندي شوية جوز الطيب، وعندي كمان فلفل وملح. يعني ده لو تلاحظوا مش هيبقى شيش طاووق لونه أصفر، ده هيبقى شيش طاووق لونه أبيض لأنه يغلب عليه الزبادي. وده حاجة مشتركة ما بين المطبخ الإيراني والمطبخ الهندي، لأنه الإيرانيين كمان معروفين جدا بشيش طاووق الزبادي، بيبقى طعمه حلو قوي 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 قوي. وعندي فلفل أسود.
احنا عملنا كتير قبل كده وصفات من المطبخ الايراني، وكان لو تفتكروا كان في عندنا نوع من انواع الكباب اسمه كباب كوبيدا، ده كان مشهور جدا في المطبخ الايراني، وان شاء الله على مدار الايام هجيب لكم وصفات مشاوي كتير قوي من المطبخ الايراني، لان هم ناس مشهورين جدا بالمشاوي عامه. فالتتبيله بتاعت الشيش طاووق ده بيبقى قوامها في الاخر، يعني بتبقى زي سلطة الزبادي بالظبط اللي بالنعناع الناشف والخيار، بس دي ما فيهاش خيار. وعندي هنا تقريبا حوالي 3 صدور فراخ، انا المكونات اللي حطاها على الموقع بتمشي مع 4 اشخاص مش كتير، لانه 3 صدور فراخ 4 بالكتير في التتبيلة، هنزل بيهم في تتبيلة الزبادي. والمفروض او الطبيعي بتاع الشيش طاووق ان احنا نسيبه في التتبيلة اقل حاجة ساعتين 3 ساعات، طبعا لو سبناه ليله كامله يبقى احنا بناخد منتج هايل في الاخر، بناخد شيش طاووق يضرب اجدع شيش طاووق بره. فدي هنسيبها مده 3 ساعات. بعد ما الثلاث ساعات بيعدوا التتبيلة او الشيش طاووق بيكون خد كفايته جدا من التتبيلة، وزي ما قلت كل ما سبناه فترة طويلة كل ما كان احلى. الشيش طاووق اللي بالزبادي عكس الشيش طاووق العادي، الشيش طاووق العادي ممكن نطعمه بشوية خضار فلفل لانه بيمشي مع التتبيلة المحبشة بتاعته، لكن الشيش طاووق اللي بالزبادي شوية بيبقى نكهة الزبادي دي باينة فيه، فما بيمشيش الا مع الخضار السوتيه اللي بتتقدم معاه، لكن لو دخلنا معاه خضار تتشوي في الفرن ما بيبقاش، يعني الخضار بتاخد من الزبادي وبتتحرق بسرعة، لانه ما تنسوش ان الزبادي بيحمر، فعشان خاطر يعني الشيش طاووق يتشوي الزبادي بياخد معاه وقت، لانه اللحمة بتاخد وقتها عشان تطرى، لكن الخضار بتتحرق بالزبادي، غير انه نكهتها ما بتمشيش قوي معاه. فانا عندي هنا الزبادي والشيش طاووق هحطه هنا على جنب، وهبتدي اشتغل او احط شوية زيت، هحاول اشتغل بالايد اللي ما فيهاش زبادي. شفتوا بقى عيب الجوانتي في المطبخ، خلي الحاجة كده كأنك روبو، مش حاسة، يعني لا الحاجة حاسة بيكي ولا انتي حاسة بيها. فحدهن هنا زي ما قلت، انا همشي النهاردة في سكة بيت ست البيت التقليدية اللي ما عندهاش شواية في المطبخ، ودي هحطه بالشكل ده. ممكن تعملوا حاجة كويسة قوي لو عندكم شبكة تحطوه عليها، وبعدين صينية مقعرة من تحت بحيث انها تاخد السوائل اللي بتنزل منه، بس انا سالكة السكة اللي هي عند كل ست بيت، يعني مش كل الناس عندها شبكة والحاجات دي. وقلنا قبل كده في المندي انه اللي بيعوض الشبكة في الحاجات اللي زي الرز هي الفويل اللي متخرم بالشوك. انا طبعا مجرد تذكير، لانه بقول انه التكرار، يعني في التكرار افاده وفي الاعاده استفاده، مش عارفه اذا كان المثل كده ولا لا، بس هو كده. فهنخلينا ماشيين كده في الشيش طاووق، وانا اوريدي بالتتبيله دي حاسه انه الشيش طاووق يعني بقى طري قوي، يعني بقى قوامه حلو جدا. ممكن نعمل حاجة كمان لطيفة جدا واحنا بنشوي الشيش طاووق، انه فعلا هيفضل عندنا شوية من التتبيلة دي، ممكن ندهن بيها باستخدام فرشة خلال عملية الشوي بتاع الشيش طاووق، وده في الحالة لو كنا بنشويها على الشواية او على الفحم. دي كلها تريكات صغيرة بتساهم ان انتي تعملي شيش طاووق حلو قوي في الاخر. وطبعا منساش اقول لكم انه الشيش طاووق اللي احنا بنعمله في البوتاجاز او على الفرن او في الفرن ده ممكن نضيف له نكهة الفحم عشان ما يبقاش حد احسن من حد، بان احنا نسخن فحماية على النار ونخليها لحد ما تحمر، وبعدين لما يستوي الشيش طاووق نحطها كده في جزء من الصينية بشوية فويل، ونرش عليها سمنة او زيت، ونكبس بالفويل كويس جدا الصينية، كده الشيش طاووق بتاعنا بياخد نكهة الفحم، ما فيش حد احسن من حد، نبقى احنا كمان كبابجية محترمين. كده انا ماشيه كويس، انا طبعا عامله صينيه صغيره، بس انتوا اعملوا المكونات على حسب افراد الاسره. ونسيت اقول انه الشيش طاووق يستحسن ما نستخدمش الصدر بس، ممكن نطعم كمان بالوراك، بتدي يعني رونق وطعامه للشيش طاووق بتاعنا. انا كده تمام، وهدخله اشويه
على درجة حرارة 180، بس الشيش طاووق احنا بنولع له تحت وفوق، يعني بنحط الرف في النص بحيث ان نفس المسافة اللي ما بين الشواية ونفس المسافة اللي ما بين قاع الفرن، وبندخل الشيش طاووق ونولع فوق ونولع تحت، ونحسب حوالي 15 ل 20 دقيقة، نروح قلبين تاني الشيش طاووق للناحية التانية بحيث ان هو يتشوي من المنطقتين. فانا هدخله الفرن واشوف اخبار الفراخ ايه. الفراخ بتاعتنا جهزت اهي زي ما انتوا شايفين، ده شكلها النهائي. ممكن تزينوها زي ما انتوا عايزين، انا بحب اقدمها على خشبة قديمة واحط عليها شوية ورق الليمون، ممكن كمان احط معاها الفلفل الملون عشان تبان ان هي فراخ حراقة ومشطشطة. وده كمان الشيش طاووق بتاعنا اهو جهز، شفتوا بيتشوي ما بيتغيرش لونه كتير قوي، فبيبقى لون الزبادي ده محافظ عليه. ممكن نقدمه بالشكل ده، وطبعا نحضر معاه شوية خضار سوتيه زي ما انا عاملة هنا نقدمها معاه. وبالهنا والشفا، ودي كانت وصفاتنا النهاردة. عملنا مع بعض الفراخ بالخلطة الحراقة المشوية في الفرن، ودي فراخ بتبقى جميلة جدا وتغيير عن الفراخ المشوية اللي احنا عارفينها. وعملنا كمان الشيش طاووق بنكهة الزبادي او بالزبادي والنعناع، وده قلنا ان هو مقتبس من المطبخ الهندي والمطبخ الايراني. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، شوفوا الحلقة الجاية في وصفات لسه ولسه عن الفراخ، أو أسبوع كامل عن الدجاج. يا رب تكون الحلقة عجبتكم.